الولاد بيطلعوا هي الله اجره مقطوعه وهيك بيحسن يركض هيك بيحسن يلعب هيك بيحسن يعمل حركات اذا اجري راحت يعني ما بيحسن يعمل حركات كنا أنا وأمي بأرض الدار إجت الطيارة طلعت أمي قام أمي شالتني أبدأ تركض فيني على المغارة نزل الصاروخ وراها أمي ماتت وأخويا وأخواتي الحمد لله ثلاثي ما صابن شيء أختي شايلتني وبتركض فيني اجى مطور مركب عرباي ورا حطونا بيناتهم أنا متذكر السيلفي حطونا بيناتهم انبسطت إنه صرت أمشي وهيك مثل العالم اللي ما لهم جرين أنا بتملى لها الأطفال اللي انقطعت جريهم إنه يتشافوا ويراكبوا أطراف ويصيروا مثلي بتمنى لهم الخير أكثر مني.